اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام متابعينا على صفحه تكمله العربيه، معكم جزار ظهري محلل ومدرب مقاومات في هذه الشركه. بجلسه بعد الظهر مثل ما تعودتوا علينا بجلسات الصباحيه والمسائيه بنقوم بتغطيه مباشره على معظم العمليات والازواج الرئيسيه الموجوده عندي على منصه التداول. في البدايه خلينا نمر على العمله الاوروبيه الموحده اللي هي عنوان هذه الجلسه. كنا عم نشهد اذا بدكم تراجع وضعف للعمله الاوروبيه الموحده مقابل الدولار الامريكي وصولا الى مستويات ال 112.50، هل يا ترى هذا الاتجاه العام او الاتجاه العام الهابط رح يكفي طريقه بالجلسات القادمه او ممكن نرتد من هذه المستويات وصولا الى خلينا نقول قمم او مقاومات رئيسيه موجوده عندنا قرب مستوى ال 113 وال 113.50؟ طبعا باخذ بعين الاعتبار الرسوم البيانيه وطبعا وصول اليورو دولار الى منطقه 88.2%، هذه المنطقه اللي تعتبر منطقه دعم رئيسيه عند العمله الاوروبيه الموحده، ممكن يكون عم نشهد منها بعض الارتدادات وارتفاع منها الى مناطق تصحيحيه خلينا نقول او موجات تصحيحيه وصولا الى مستويات ال 113.45 كمرحله اولى، بغض النظر اذا ممكن كفي اتجاه الهابط او حتى نرجع نرتد الى الاعلى، ولكن هذه المناطق هي المناطق المنتظره للعمله الاوروبيه الموحده اذا في حال نرجع نفكر بمراكز بيع او شراء. وصولا اذا الى هذه المنطقه طبعا فريق الدبب راح يرجع يعزز مراكز البيع ويرجع يبتدي بالانخفاض عن جديد، اما فريق الثراء راح يجرب يخترق هذه المنطقه وصولا الى استهداف خلينا نقول قمم جديده وطبعا تسجيل الموجه سي او الموجه الثالثه التصحيحيه الضخمه. باخذ معنا الاعتبار انه هذه اول موجه تصحيحيه اللي هي تلقب بويف اي، عندي ثلاث خلينا نقول مناطق زرناها اللي هي القمة الأولى، الثاني هنا القاع قرب مستوى 112.60 والقمة الثالثة لا سجلنا ويف اي، أما ويف بي قد انتهت قرب هذه المستويات وأيضا ابتدينا نشهد إذا بدكم شمعة ارتداد أو شمعة انعكاسية من هذه المستويات، طبعا ممكن تاخذنا إلى أرقام أعلى لليورو دولار أو العملة الأوروبية الموحدة بالجلسات القادمة. هلا بالنسبه لنا وطبعا اذا بدكم اخذ بعين الاعتبار المضاربه وبعض الارقام الرئيسيه اللي ممكن نزورها بشكل يومي على اليورو دولار، هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها هلا ما في شك انه ممكن نرتد فيها، اذا في حال بدنا نفكر بالشراء لازم نعرض وقف خساره تحت هذا القاع اللي تم تسجيله عندي على اليورو دولار. بالنسبة للعملات الأخرى خلينا نتكلم شوي صغيرة عن استرليني دولار، أيضا بدأنا نرتد من هذه المستويات. اذا بدي اخذ فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه سجلت عنا، كنا مستهدفين او كنا توقعنا بالجلسه الصباحيه انه ممكن نزور مستوى 125% فيبوناتشي، هذه الارقام اللي نحن بنضيفها في شركه تكمن مستوى 125% فيبوناتشي اللي هي ممكن نتوقع ارتداد منها ايضا بموجات تصحيحيه. هلا طبعا بغض النظر يعني كان بعد عندي تقريبا بحدود ال 2 بيبس او 3 بيبس يعني 3 نقط لزياده او لملامسه مستوى ال 125%. ثلاث موجات تصحيحيه ما في شك انه طبعا راح تواجه بعض المقاومه الرئيسيه الموجوده عندي، باخذ بعين الاعتبار انه هذا الخط الرئيسي ممكن نرجع نستهدفه على هذه المستويات بتساقب قرب مستوى ال 129.44 تمام؟ فارتداد اليورو دولار ايضا ممكن تاثر الى ضغط ايجابي للعمله البريطانيه وجنيه الاسترليني. بكل بساطه الاهداف اللي ممكن نكون عم نفكر فيها على المدى الوسط للطويل هي من وراء اختراق خط الدعم الموجود عندي ايضا، وكنا عم نسجل اذا بدكم قمم وقعان اعلى من بعض البعض، اوكي تم اختراق هذا الخط الرئيسي على هذه المستويات على المستوى ال 130.40، فطبعا من وراء اختراق هذه المستويات الرئيسيه كنا توقعنا ايضا هذا الانهيار ممكن يكفي طريقه بغض النظر عن هيكليه الانخفاض، ولكن الضعف كان وارد عندي. هلا طبعا لتحديد هذه المستويات بالضبط ونكون دقيقين اكثر يعني باستعمال فيبوناتشي ريتريسمنت من اخر قاع لاخر قمه، كنا قربنا لمستويات ال 50%، انتم عارفين انه ما عندي شيء اسمه خلينا نقول مستويات ال 50% او الموجات التصحيحيه ممكن تكتفي بهذه الارقام، وانا ممكن نمتد اكثر لزياره مستوى ال 61.8 وحتى 76.4%، لكن نحن عندنا اول مستوى ممكن نزوره اللي هو مستوى ال 128.18 اللي قربنا عليه، ثاني مستوى ايضا اللي نحن طبعا منتظرينه هو مستوى ال 61.8% وايضا المستوى الثالث اللي هو تقريبا مستويات ال 126.30 على استرليني دولار، هذه المستويات الثلاثه اللي نحن في انتظارها
إذا في حال ما فكر بمراكز شراء على استرليني دولار. وطبعا من وراء هذه المناطق وزيارة هذه المناطق ما رح ندخل فورا بمراكز شراء لتقولوا إنه نحن بدنا نقطة دخول أساسية ورئيسية، وإنما نحن رح ننتظر إشارات انعكاسية وأيضا شموع يابانية عم تعطيني إشارات إنه ممكن فريق الثيران يسيطر على الرسم البياني بالجلسات القادمة. فطبعا هذه المستويات المنتظرة، وعندها رح نترقب طبعا بشكل دقيق الشموع اليابانية اللي هي من خلالها الرسم البياني بيقدر يتحرك وممكن يقدر ناخذ إشارة منه. هل تراجع العملات الرئيسية أدت إلى إذا بدكم استقرار بأسعار الذهب ودخوله بمنطقة أفقية بامتياز من وراء انخفاض أسعار الذهب من قمة 1320 وصولا إلى 1303 وتسجيل هذه الموجة اللي إذا بدكم اللي تراجعنا فيها، كنا دخلنا بمنطقة أفقية وعم نسجل فيها إذا بدكم مستويات مهمة جدا لأسعار الذهب اللي ممكن بجلسات القادمة تكون خط فاصل بين السيناريو السلبي وأيضا السيناريو الإيجابي. فطبعا استقرار أسعار الذهب أيضا بهذه المستويات مهمة جدا لجلسات القادمة اللي ممكن ناخذها بعين الاعتبار طبعا بجلسة اليوم أيضا وعند افتتاح الجلسة الصباحية غدا. طبعا حنكون عم نغطي جلسة الصباحية غدا لنشوف إذا ممكن يكون عندي بعض فرص الاستثمار على أسعار الذهب أو على المعدن النفيس الأصفر، وبهذه الحالة طبعا ممكن مع انخفاض العملات الرئيسية يصير عندي طلب أكثر على الجولد أو على أسعار الذهب بجلسات القادمة. هلا بالنسبة لنا طبعا هذه المستويات أو هيكلية موجات إليوت وهيكلية خلينا نقول هذا الانخفاض لأسعار الذهب، ما في شك أنه ممكن هذه الموجة تلقب بموجة A. هلأ نحن في صدد ارتفاع موجة B قرب مستويات 1319-1320، ومن ثم نرجع نعزز مراكز البيع لا طبعا نستهدف مستويات أوطى، بكون عملنا أو سجلنا موجة تلقب بموجة كومبلكس على أسعار الذهب من وراء زيارة مستوى 1295. رح نرجع نترقب أيضا عن كثب خلينا نقول أسعار الذهب عند هذه المناطق بالذات لنشوف إذا ممكن نرجع نعزز مراكز شراء أو حتى نرجع ناخذ إشارات سلبية منها. فنحن مثل ما عم تلاحظوا ناطرين أو منتظرين إشارات دقيقة قرب مستويات محددة إن كان على اليورو دولار إن كان على استرليني دولار أو حتى على أسعار الذهب كرمال نقدر نتمركز وناخذ قرارات فيها بالجلسات القادمة. ما بدنا ندخل بشكل عشوائي بالسوق. أسعار الدولار ين وصلت إلى مستويات أو مراحل خلينا نقول ممكن نبتدي بموجة تصحية منها. كنا تكلمنا شوي صغيرة على نفق الميل على ارتفاع بالنسبة للدولار ين، بتسجيله هذا نفق الميل على ارتفاع كان عندنا هدف لألنا، والهدف هو قرب مستويات 111.40. هذه المستويات المنتظرة للدولار ين ومع ارتفاع الدولار ين إلى هذه المنطقة اللي هي المنطقة الصفراء اللي حددناها طبعا بكون أدينا إلى خلينا نقول مراكز شراء أو أدينا إلى طلب زايد على العملات الرئيسية والمؤشرات الأمريكية خلينا نقول بالذات بحكم العلاقة الإيجابية اللي موجودة عندي بين الدولار ين وأيضا الاس بي 500. فارتفاع الدولار ين لهذه المستويات وارتفاع المؤشرات الأمريكية ممكن تؤدي إلى ضغط سلبي لأسعار الذهب بالجلسات القادمة. بالنسبة للدولار كاد، الدولار كاد أيضا كنا توقعنا هذا الانخفاض، وكنا قلنا طبعا من وراء انخفاض الدولار كاد بشكل خمس موجات من القمة، هذه القمة الرئيسية اللي تكلمنا عليها وهذا القاع، هذا الانخفاض طبعا تسجل بشكل خمس موجات. اوكي، فهلا توقعنا اذا بدكم ارتفاع او موجات تصحيه مضاده للاتجاه العام الهابط، هيدي الموجه الاولى التصحيه A B C، الموجه الثانيه ومن ثم ارتفاع للموجه الثالثه. فبغض النظر عن التسميات والالقاب 1 2 3 ويف 4 وويف 5 توقعنا انه هون هيدي اول موجه تصحيه سمول A سمول B وسمول C، بنكون سجلنا خلينا نقول ثالث موجه، ثاني موجه مضاده تصحيه، ونتوقع ارتفاع الموجه الثالثه اللي هي ويف C. بهذه الحالة ممكن سجلنا ويف A ويف B وويف C لزيارة مستويات 134.50، وهذه المستويات هي المستويات المنتظرة لفريق الدبب ليرجع يعزز مراكز البيع ويبتدي بالانخفاض بموجات اندفاعية جديدة لتسجيل مستويات تحت مستوى 130 وأيضا تحت مستوى 129 إذا بدكم على المرحلة القريبة، إذا بدكم خلينا نقول يعني على المدى الوسط القصير. هلأ بالنسبة للأمور الأخرى مثل أسعار الرفض، مع انخفاض أسعار الدولار كاد خلينا نقول ممكن نشهد إذا بدكم إشارات معاكسة لأسعار النفط بحكم العلاقة العكسية بين أسعار النفط والدولار كاد. وبغض النظر عن هذا الاكسباندينج تراينج إذا بدكم أو خطوط المقاومة والدعم الموجودة عندي بهذا الشكل، ممكن نتوقع
اذا بدكم هذه المناطق تكون عندي مناطق مهمه جدا ايضا لمراكز البيع، يكون سجلنا مستويات مهمه جدا لاسعار النفط، ومننا نرجع نرتد بالاتجاه الهابط لتسجيل مستوى 48 و47 90 قبل ما نرجع نفكر بالشراء على المدى الوسط للطويل. فهذه المستويات طبعا بتكون اذا بدكم حددنا موجه ارتداديه مضاده للاتجاه العام اللي هو الاتجاه العام الهابط. ضعف النفط طبعا بيؤدي الى قوه الدولار كاد، وبعدها اذا بدكم العلاقه شبه وطيده بين الدولار الكندي وايضا اسعار النفط. بالنسبه للمؤشرات الامريكيه عم تشوفوا اتجاه عام وكمم وكعان اعلى من بعض البعض، عندي اذا بدكم خط ترند صاعد من هذه الكعان اذا بنوصلها مع بعض البعض، وايضا على المدى الوسط للطويل اذا بنعمل زوم اوت على رسم بيانه اليومي بنلاحظ انه بعد عندي خطوط دعم اذا بدكم موجوده على رسم بيانه اليومي للمدى الطويل. فطبعا هذا هو اذا بدكم التحليل البسيط اللي ممكن نستعمله بالتحليل التقني كرمال نقدر نحدد الاتجاه العام للمؤشرات الأمريكية. وبحكم أنه نحن ما عندنا أي مؤشرات بالنسبة لمؤشر القوى النسبية أو Relative Strength Index أو حتى الفيبوناتشي وحتى خلينا نقول MACD أو الأليجيتر، ما ممكن يحددون الاتجاه العام للمؤشرات الأمريكية أيضا من وراء التقلبات والفولاتيليتي المرتفعة اللي عم نشهدها على هذه زبطنا الإنديسز. فطبعا نتوقع تكمله الاتجاه الصاعد والشموع اليابانيه عم بتفرجيني قوه او سيطره فريق الثيران عليها، فبكل بساطه نتوقع تسجيل قمم جديده فوق مستوى ال 26700 وحتى ال 27000 على المدى الوسط للطويل. هذا ما بيمنع انه ممكن نشهد اذا بدكم موجات تصحيحيه بسيطه قبل ما نكفي اتجاه الصاعد، وطبعا تكون وارده جدا بالنسبه ل المناطق اذا بدكم تصحيح كرب مستوى ال 24900 للداو جونز، واذا في حال امتدينا وعملنا اكستنشن للويف كحد اقصى ممكن نوصل لل 24350 قبل ما طبعا نكفي اتجاه الصعب. اما بالنسبه للامور الاخرى خلينا نقول الدولار سويس، كنت قلت لكم انه الفلاش كراش اللي حصل على الدولار سويس وتسجيل هذه القمه بشكل سريع، عندنا شيء اسمه اعاده امتحان وريتست لها، وبهذه الحاله طبعا نتوقع انه ممكن نرجع نزور هذه المستويات على المدى الوسط للقريب. كنا بالجلسه الصباحيه بعد ما وصلنا وما تداولنا بهذه الشمعه الخضراء كنا عم نتداول تقريبا قرب مستوى ال 170 او 73، وكنا توقعنا تكمله اتجاه الصعد لملامسه هذه القمه اللي طبعا تم استهدافها من قبل هذه الشمعة اللي هي كانت تلقب بشمعة الفلاش كراش، وقلت لكم إعادة امتحان أو الريتست واضحة جدا. إذا في حال تم اختراقنا توقع تحليل اتجاه الصاعد، ومن الواضح أنه طبعا رح نزورها بجلسات القادمة اللي هي جلسة اليوم أو حتى كحد أقصى الجلسة الصباحية غدا. بالنهاية طبعا بدي انهي هذه الجلسة بطبعا تحليل العملة الرقمية المشفرة البيتكوين. يعني دخلنا بمرحلة أفقية بامتياز على البيتكوين، و يعني الأسعار إذا بدكم زالت خلينا نقول عم تتداول بشكل واضح إنه بدفق ميل على انخفاض، فنتوقع ممكن نرجع نزور مستويات 3050 بالجلسات القادمة قبل ما نرجع نفكر بثلاث موجات تصحيحية باتجاه الصاعد. فهذا الشيء طبعا بيؤدي إلى خلينا نقول خروج المستثمرين وعدم الثقة في العملة الرقمية المشفرة اللي هي البيتكوين، وأيضا ممكن على المدى الوسط للطويل نرجع نزور الكعان اللي كنا ابتدينا أو انطلقنا منه للبيتكوين اللي هي مستويات 370 وحتى 400 دولار على المدى الوسط للطويل. وهذا السيناريو بيرجع بذكرنا بالسيناريو اللي كنا شاهدناه على ناتشرال جاز أو على الغاز اللي هو بسنة 2008 ارتفع لزيارة مستويات 14، ومن سنة 2008 لسنة 2019 11 سنة عم تداول قرب مستويات الدولارين وثلاث دولارات كحد أقصى لسعر الغاز. هذه كانت الجلسة بشكل سريع، وطبعا كنا مرينا على معظم العملات الرئيسية وأيضا المعادن والسلع والمؤشرات الأمريكية، لنضلنا على إذا بدكم خلينا نقول صدد أو سيناريات المفترض نكون عم نجددها يوم بعد يوم وجلسة بعد جلسة لنشوف شو ممكن نستفيد أو كيف ممكن نستفيد من أسواق المال. أنا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا بشكل يومي بهذه الجلسات، وكان معكم محل تقني جزاف ظهري من شركة تكمل مباشرة. إلى اللقاء.